نروح لواحد من نجوم النادي الأهلي، الكابتن محمد جودة، مدير أكاديمية النادي الأهلي بالغردقة. تحياتي لك يا كابتن محمد. كابتن أسامة، ازي حضرتك؟ طبعا أول مرة مع حضرتك بعد وفاة يعني شقيقة كابتن محمود الخطيب، فبقدم واجب العزاء طبعا للكابتن محمود ولحضرتك كابتن أسامة. ونعم بالله كابتن جودة. كابتن محمد جودة، في البداية قبل ما أروح لنقطة الفريق الأول بالنادي الأهلي، مدير أكاديمية النادي الأهلي بالغردقة، الحلقة اللي فاتت كنا بنستعرض افتتاح أكاديمية النادي الأهلي بالغردقة وتواجد النادي الأهلي بالغردقة، ده شيء مهم جدا، ما شاء الله أعداد كبيرة جدا، إقبال كبير جدا على أكاديمية النادي الأهلي بالغردقة يا كابتن جودة. يعني طبعا يا كابتن أسامة، اسم النادي الأهلي طبعا يعني حاجة بتجذب كل الناس، وانا من هنا بصراحه يعني بشكر حضرتك ان انا كنت موجود اصلا مدير اكاديميه النادي الاهلي والكابتن شطه والمنظومه كلها، لان فعلا منظومه رائعه. ومش عايز اقول لحضرتك يعني انا بالنسبه لي مش مفاجاه، سواء من حيث الاعداد او من حيث الملاعب او الادوات او المدربين، مش مفاجاه خالص على النادي الاهلي. يعني يمكن البعض اتكلم قال ان هي مفاجاه الاعداد الكبيره، ان هي بره، وخصوصا بره القاهره كابتن اسامه. حضرتك عارف يعني الفرع الرئيسي واللي في القاهره دايما بتبقى اعدادها كبيره، ولكن هناك فعلا كانوا محتاجين اسم كبير زي اسم النادي الاهلي، في مواهب كتير جدا جدا، وان شاء الله زي ما حضرتك عارف هدف الاكاديميه الاساسي اللي هو امداد قطاع الناشئين باللعيبه الموهوبين وامداد النادي الاهلي، وان شاء الله يكون في الفترة اللي جاية دي لعيبة كتير موجودة سواء للنادي الأهلي أو منتخب مصر أو زي ما بنشوف كمان لكل الأندية. يعني احنا لو مسكنا كل الأندية هنلاقي قطاع الناشئين في النادي الأهلي أو الأكاديميات النادي الأهلي بتساعد الأندية كلها، وعنصر مهم جدا في الكرة المصرية دلوقتي. ولازم نديك حقك على الهوا كابتن محمد جودة، من الكوادر الأهلاوية الكبيرة وما شاء الله عامل شغل أكثر من رائع في افتتاح أكاديمية النادي الأهلي بالغردقة. طمنا يا كابتن جودة، قول لي بقى، هل في النهارده في الكام يوم السابقين ظهرت كده مواهب مبشرة، لعيبة يعني صغيرين في أكاديمية النادي الأهلي بسنزو؟ بص يا كابتن أسامة، في يعني في مواهب، يعني أوعى حضرتك إن في هيكون في عدد كبير جدا موجود، ومواهب حقيقية، وخصوصا يا كابتن أسامة برضو عشان برضو أصيح في السن الأقل شوية. كويس. عارف السن الاكبر شويه يعني خلاص بيكون لقى مثلا، ممكن لقى فرصه جه النادي الاهلي، جه الاختبارات، جه، انما السن الصغير في مواهب كتير جدا جدا. كويس. وتواصل كبير جدا بين الشط طبعا رئيس الاكاديميات وبين قطاع الناشئين، لان زي ما قلت لحضرتك ولو الناس بتسمعني ان هو ده الهدف الرئيسي من الاكاديميه، مش اي هدف تاني. تمام. بمناسبه ان حضرتك بتشكرني، اي حد بيتحط يا كابتن اسامه اسمه هو اللي بيعلى، مش اسم ولا اسم الاكاديميه ولا اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي هو اللي بيعلينا. يعني اي حد هيتحط داخل المنظومه دي اوتوماتيك هتلاقيه بينجح. يعني فبجد حاجه عظيمه جدا، حاجه. وانت بتتكلم دلوقتي يا كابتن جوده، احنا بنستعرض لقطات من افتتاح اكاديميه النادي الاهلي بالغردقه، وما شاء الله التنظيم، الملاعب، حضور اولياء الامور، حاجه اكثر من رائعه صراحه. لا دي حقيقه فعلا يا كابتن اسامه، دي طبعا يعني ما لهاش علاقه بيا ولا تتنسب ليا خالص، زي ما بقول لحضرتك اختيار النادي الاهلي سواء للمحافظات او للفروع او للملاعب او قبل حتى ما يبقى في حاجه اسمها مدير اكاديميه وقبل اي حاجه، اختيار الحاجات دي مهمه جدا جدا. يعني اختيار الحاجات دي مهمه جدا، وبتكون يعني حاجة أساسية جدا إن النادي الأهلي يوافق على إن في فرع جديد أو أكاديمية تتفتح. فده مش غريب جدا، مش غريب خالص على النادي الأهلي. تمام. كابتن جودة، عايز آخدك لنقطة مهمة، أنت واحد من نجوم النادي الأهلي الكبار. شفنا مع قدوم موسيماني حملات اتعملت عليه، على موسيماني، برغم تحقيق بطولات قارية برضه ما زالت الحملات مستمرة. على سوارش، مدرب قدومه لأول مرة للنادي الأهلي، الحملات موجودة على المدرب الجديد سوارش اللي رحل دلوقتي، والنادي الاهلي بصدد ان خلال الساعات القليله القادمه هيعلن عن مدربه. برضه صفقات جديده، تقول ايه الجمهور النادي الاهلي والمدعمه والمسانده للمدرب الجديد واللاعبين الجدد، خاصه مع بدء الاعلان عن الاسماء الجديده، هنشوف حملات بلغه الكره تقطيع في المدرب واللعيبه. لا بص يا كابتن، قبل ما نوصل للنقطه دي، يعني أيوة. قبل ما نوصل لنقطه الصفقات او المدير الفني، لو حضرتك يعني
في وقت كده ان انا اقول لحضرتك أتفضل. في اسوأ موسم للاهلي مثلا لو قلنا ايه اللي حصل، الاهلي اقوى خط هجوم يا كابتن اسامه، انا مش بتكلم دي ارقام اللي بتتكلم، الموسم ده اقوى خط دفاع لو حضرتك يعني لو في حد بيجيب اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم، النادي الاهلي فاز على المنافسين الرئيسيين بسكور كبير سواء خمسه او ثلاثه او في حاجات ايجابيه كتير جدا، بس لما تبقى في حمله منظمه او في حاجه لازم بنركز على السلبيات، مش هقول لحضرتك ان احنا مش زعلانين كاهلاويه، احنا طول عمرنا لا نرضى بغير المركز الاول، ولكن لما تطلع في أسوأ موسم زي هنمشي مع الناس ونقول أسوأ موسم اقوى خط هجوم واقوى خط دفاع ووصلت نهائي دوري الابطال وحضرتك عارف اللي حصل في نهائي دوري الابطال ومش عايز اقول كلام يتحسب عليا، ولكن في لغط كبير جدا لو اتكلمنا على التحكيم في عوامل كتير جدا. ايه رايك في التحكيم يا كابتن جوده؟ وكمان شفنا يعني في فيديوهات اللي ظهرت كلاتنبرج رئيس لجنه التحكيم الجديد وهو كمان بدا يعلن المحادثات ما بين الفار والحكم الساحه، شايف الخطوه دي ازاي كمان؟ كابتن احنا برضو يعني دي حاجه برضو احتمال تخلي الحكم يبقى عارف شويه او اي حد، مش عايز اقول اي حد في اي موقع، احتمال ان انت اما تبقى مطلع على شغلي ومطلع على الكلام المفروض سري ممكن اخاف شويه، اخاف من ربنا اول حاجه واخاف ويبقى عندي ضمير ويبقى عندي، احنا شفنا كابتن اسامه عدم احتساب اهداف للنادي الاهلي حاجه منتهى يعني مضحكه. شفنا خط البار على ظهر لاعب مغطي على ظهره، يعني حاجات كتير جدا، عوامل كتير جدا، ده بخلاف اجهاد اللاعبين. يعني احنا برضو لازم نبرز الحاجات الكويسه برضو، احنا ما نقولش ان يعني لا نرضى خلاص، لا نرضى وكابتن اسامه لا يرضى واي حد اهلاوي لا يرضى خلاص، احنا اتربينا ان المركز الاول هو النجاح حقيقة. ولكن في عوامل كتير خارجيه، تخيل كانت لعب مباراه نهائي دوري الابطال دي مثلا في القاهره او تخيل لو اتلعبت في ارض محايده كان الوضع هيبقى ايه، كنت هتاخدها لثالث سنه على التوالي، وبرده نفس الكلام في الدوري المصري، مش معقول في الرمق الاخير او في الاسابيع الاخيره وتحصل الاخطاء التحكيميه دي، وعايزني انا كاهلاوي ما اشكش ان هي مقصوده يعني حاجه موجهه او مقصوده أو طبعا حاجة يعني ممكن غلط مرتين غلط ثلاثه، وحضرتك عارف ان في اضاعه النقاط في الاسابيع الاخيره دي بتبقى حاجه مؤثره جدا في حسم الدوري. ورغم ذلك عايز اكد وبرده حضرتك لازم تظهر للناس النقطه دي ان احنا الاهلاويه غير راضيين وكل حاجه، بس تخيل انت اقوى خط دفاع واقوى خط هجوم وصل نهائي دوري ابطال، ويعني الحملات الموجوده دي لو يعني مش عايز اقول برضه لو اي نادي ثاني ما حقق حتى الارقام دي مع مركز ثاني او ثالث كان هيبقى انجاز كبير، ولكن احنا اللي بنعترف ان احنا غير المركز الاول بتبقى عندنا مشكله فيها، اتعودنا على كده وتربينا على كده، فمع كل الارقام يعني متخيل يا اسامه ان الخط احنا اقوى خط دفاع اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع ده بالارقام اقوى خط دفاع عكس الموسم اللي فات، يعني عكس الموسم اللي فات خلي بالك احنا برضو كنا الموسم اللي فات اخذنا دوري ابطال واخذنا كل حاجه، ولكن كان عندنا مشكله في الناحيه الدفاعيه، السنه دي كل الحاجات دي توصل نهائي دوري ابطال واقوى خط هجوم واقوى خط دفاع، وفي الدوري المصري التحكيم كان عليه كلام كبير جدا جدا يعني مستبشر خير يا كابتن جوده في الموسم الجديد بعد تغيير كلاتنبرج والخطوات اللي بقت موجوده على ارض الواقع دلوقتي؟ لا يا كابتن هو الموضوع يعني احنا يعني عايز اقول لحضرتك ان مش مستبشر خير ومطمن جدا، لان انا متاكد ان العمل على قدم مصاب زي ما بيقولوا في النادي الاهلي دلوقتي ان شاء الله، لان يعني ان شاء الله ما يعني الصفقات تعلن والمدرب يعلن ان شاء الله هتوصل برضو اطمئنان كبير جدا للجماهير الاهلاويه اللي هي ما عندهاش شك ان 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 ده طبيعي يعني ان شاء الله بيحصل يعني واحنا هنكون متابعينك خلال الفتره الجايه كابتن جوده ان شاء الله في الشغل الهايل اللي عامله في اكاديميه النادي الاهلي بالغردقه، وبنشكرك شكرا جزيلا.